الطريق هذا الطريق المنفذ طريق السيارة الشرق غرب هذايا المنفذ لولاية بادنة راه قلنا راه الآن رانا عاودنا في انطلاق من جديد بعث إعادة بعث المشروع وراه في المقطع هذا المقطع تاع 20 كيلومتر اللي راهو في ولاية بادنة. أما المقطع الثاني في 42 كيلومتر راهو ينجز وكل المشروع رايح يسلم إن شاء الله في أواخر السنة سنة الجارية. أما قلنا المواطنين تاع الشرق ولاية بتنا يقدروا يكون لهم الولوج لهذا الطريق هذايا من الطريق اللي راهو ينجز تاع 56 كيلومتر اللي جاي من بول فريس حتى بلدية جرمة.